برا انت اسمك ايه؟ دنجي دنجي. اسمك مش عايز اكل. بقول لك دنجي دنجي. دنجي دنجي. ايوه. اسمه دنجي دنجي. طب وماله؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. اسم حضرتك؟ هنجي هنجي. زكي بامصنجي. اهلا. انا قائد حرس الجزيرة. وانا اللي كنت بتكلم معك في الطيارة. انت زكي البنص. قائد عملية الاختطاف. هم قالوا كده. قالوا احنا بلغنا سلطات مصر. ودلوقتي يوصلهم حالا. سلطات مصر. الهليكوبتر وصلت. اهي الطيارة وصلت. ودلوقتي هتقابل مسؤولين. مسؤولين مصر. طبعا. مسؤولين. هو ما فيش مسؤولين غيرك يا بيه. دول المطار وهنا. انا كنت متاكد ان انا هلاقيك هنا يا زكي. شفت اللي حصل في الطياره؟ اه شفناه وعارفين كل حاجه. عارفين ايه؟ ده احنا طايرين في الهواء. الله ما دي شغلتنا. وعلى فكره احنا قبلنا على راجل قائد المجموعه اللي خطف الطياره دي. ما انت عارفه يا اخي. مين بتاع السوري ده اللي بيقول لك سوري؟ اه ايوه اللي بيقول لي سوري. هات البني ادم. اسمع اسمع. انا اللي خطفت كل الطيارات. انت اللي ايه؟ انا حرمت بيه. لو سمحت لو سمحت انا عايز بوتي. بنصي بنصي. تعالى يا زكي ودوه زي ما كان البني ادم. البوت ده هنحتاجه هنحتاجه كويس قوي دلوقتي. هم معتقدين انك انت قائد المجموعه. نعم. ايه في ايه؟ معقول معالي ساب كل مسؤولياته اللي في مصر وجه هنا؟ جيب نفسه يا فندم. مش معقول. مين اللي ساب مسؤولياته؟ ده انت بختك من السماء شخصيه خطيره جدا كانت هنا دلوقتي. انا هاجي قبله. هو جيب نفسه. هو جيب نفسه من العيون. زكي تعالى هنا. مالكش دعوه بالحاجات دي. خليك بعيد. انا عارف. مش عايز اقول لك اول حرف. ارجوك اسمه. ما عليك يا فندم. نورت الجزيره. على يوم سيادتك اطمن خالص. احنا عاملين ترتيباتنا لكل الاشياء. ايه مالك؟ مالك؟ مفيش. مالك في ايه؟ انا شايفه. مش عايز اي كلام خالص. اسمه بس. معليك يا فندم. اذا حضرتك تحب تطلع على الخطه احنا تحت امرك. على العموم الاخ زكي هو اللي هيقوم بالمهمه. مهمه مين؟ مهمه انقاذ الركاب يا زكي. صلي على المصطفى. ايه مالك في ايه؟ صلي على رسول الله. لا اله الا الله. في ايه مالك؟ انا عندي عيال. يا ابني عيالك في رقبتنا. لا يا فندم معاهم مسدسات. ما احنا عاملين حسابنا لكل حاجه. هات يا ابني الشنطه اللي معاك دي. حساب. طبعا يا زكي. اسمع. ايه ده؟ خد الحزام ده هتلفه حوالين وسطك. الحزام ده فيه زرار عندك هتك عليه هيطلع منه غاز. الغاز هينايم كل الركاب. تقدر تسيطر على الموقف كله. رامبو. رامبو ايه يا اخي؟ انا مش رامبو. دي مهمه تاريخيه احنا تحت امرك. تاريخيه؟ طبعا. غازات ايه وبتاع؟ وبعدين معاك يا زكي اي طلب انت عايزه احنا تحت امرك. انا لو مت عيال حيث عيالك في رقبتنا. اي طلب لهم قولهم قولهولي على طول احنا ننفذه. اي طلب؟ اي طلب. شقه. ايه شقه دي؟ ينوبك ثواب عند رب. شقه بمفتاح. انت عايز معليك يا فندم. الظاهر هو عايز شقه علشان الاولاد ولا؟ مبروك يا زكي. خلصت. معالي هيخصص لك شقه انت والاولاد. هي دي شقه بمفتاح باوض بكل حاجه والنبي؟ شقه عظيمه. فين؟ في كفر الهندوه. يا حسكن في كفر الهندوه. انا عايز في مصر يا بيه. الله جرى لك ايه يا اخي؟ ما كفر الهندوه دي في مصر يا زكي. انت بتجخ علي. يعني الهند فيها كفر المصاروه؟ لا 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 يا زكي. يا بيه انت بتقول لي اي كلام. لا لا اي كلام ايه؟ الله. وبعدين بدم علي امر بكده يبقى فعلا هيبقى في لك شقه في كفر الهندوه وكل شيء تمام. في اي طلب تاني بالمره يعني؟ ايه البلاعه تسلك. ايه بلاعه؟ خدت ست عيال. بلاعه ايه دي؟ ده البلاعه. خش خش. سمح. معاليك الظاهر عندهم بلاعه مضايقاهم في الحته بتاعتهم. مبروك يا زكي. سلكت. معالي هيظهر اوامره بتسليك البلاعه. ده ايه الهنا؟ 5 جنيه عند عبد الصعيد النتن. ايه 5 جنيه عبد الصعيد؟ الله يحقق والنبي. 5 جنيه. 5 جنيه بس يا زكي. الله يكرمك. خش. طب 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 خلاص خلاص. متشكرين على العطاء يا سيادتك يا فندم. متشكرين قوي. يا رب دليله القدر واتفتحت لي يا رب. طبعا. اللي اقوله بيتنفذ. طبعا. طب يتنفذ ازاي كل اللي احنا عايزينه؟ يعني نخطف 55 مليون طيارة؟ زكي ازاي ده؟ وبعدين ازاي عشان يتحقق اللي احنا عايزينه؟ خلاص كل واحد يخطف طيارة. ازاي
دول 4 جنيه بس يا بيه. لا لا يا بيه، ما هو معالي خصم الدمغة. خصم الدمغة ايه، وحيوديني كفر الهنادوة ان شاء الله. عرفته ها. ربنا يزيد عطفك علينا يا بني. بيتك وبيت سنينك، ربنا يكرمك يا رب ويخليك لينا. وبعدين معاك ده انا بحبه. خلاص والله خلاص بحبه. مش عايز اي كلام. اساله سؤال بس. سؤال واحد ما فيش غير سؤال واحد. ما عليك يا فندم. ربنا يخليك. انت ما بتتكلمش ليه يا باشا؟ والله كان حاجه. وبعدين معاك ما تحرجش. حاجه واحده بس، حاجه واحده واخيره الان. والله يلا اتفضل. الاسعار بتولع، مين اللي بيولع يا باشا؟ هو قال ايه؟ نعم قال ايه بقى؟ كل الكلام اللي قاله ده وما سمعتوش؟ كلك وانتوا اللي بتسمعوه بس. يا رب انا في حلم ولا في علم؟ بعدين. يا رب انا في حلم ولا هشوف عيالي ولا مش هشوف عيالي؟ بعدين معاك يا زكي. انا قلبي ركز معايا في المهمه التاريخيه اللي هتقوم بيها. مهمه طبعا تاريخ. انت اسمك حيدوي في جميع انحاء العالم. العالم كله دلوقتي هيعرف مين هو زكي البنص. ايوه الصحافه، الاذاعه، التلفزيون. أيوة. كل العالم لازم يعرف مين هو زكي البنص. ايوه ابن النيل، انفخني، ابن الحضاره، غني للمصريين هم، ابن 7000 سنه. الله اكبر. الله، العالم كله لازم يعرف مين هي مصر. عرفوا ان مصر مش ام الدنيا، دمها واختها ربنا يعمر بيتك يا طيبه، ربنا يخليك يا مصر. قول يا رب. يا رب يا زكي. يا رب. يلا يا بطل.